مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخ عبد الإله. عبد الإله كيتكلم على الموضوع ديال الابن ديالو، الابن ديالو اللي هو طارق، معتقل حاليا، متابع في جريمة قتل جد بشعة. مشاهدينا الكرام، هذه الجريمة وقعت في منطقة القواس بسالة في الطريق ديال القنيطرة. مشاهدينا الكرام، هذه الجريمة الضحية ديالها هي شابة أجنبية. في لحظة من اللحظات رجال الأمن كيلقاوها مقتولة بطريقة جد بشعة. مشاهدينا الكرام، عبد الإله يدافع بشتى الطرق المشروعة والقانونية على الابن ديالو أنه بريء. تبعوا معي القصة. سي عبد الإله، غادي تعاود لينا القصة ديال الابن ديالك اللي هو متابع بجريمة قتل أنت عارفها، اللي هزت الرأي العام بشكل كبير نواحي الطريق ديال القنيطرة. تفضل. السلام عليكم. أنا الأب ديال طارق المشوقر اللي تهموه بجريمة قتل في القواص ديال طريق قنيطرة في سلا، اللي ما عنده حتى علاقة بالجريمة، اللي تهموا بها واحد العدو ديالو تما من ذو الصوابق، اللي عنده الصوابق بزاف، اللي كان ديما كيدافز معاه، كيكون هذاك العدو ديالو كيكون سكران وكيكون محيح تما في سميته هو ما كيقبلش ديك الحقرة. واحد ثلاث صبحت واحد النصف ديال الجوتة مليوحة في واحد البلاصة حدا الديور ديال الورثة ديالنا تما في القواص ديال طريق قنيطرة معروفين. جات الشرطة القضائية، جات الشرطة العلمية، داول الجوتة، سولوا تما الناس الشهود وداكشي الجيران تما ديال ديورنا القدام. مشاو كاين واحد الدار تما في الحومه فيها جوج كاميرات، رجعوا لهذوك الكاميرات، داو التسجيلات ديالهم، كيبان ليهم واحد مع جوج ونص ديال الليل ديز بواحد العربه فيها صندوق، والصندوق بالغطاء ديالو كيتحل، عنده الباب الفوق كيتحل وتسد، داز ورجع. جابوا الناس الدري ديال الحومه، جابوا الناس وراهم هذاك الفيديو ديال الكاميرا، تعرفوا على ذاك الشخص اللي هو عبد السلام بن حسينات ملقب بهاروش. قالوا لهم هذا راه هو هاروش. مشاو كيبحثوا، هو كيسكن في واحد الثانيه تمايا مهجوره ديال شي واحد داير فيها شي كوري ديال الغنم عساس له تما، وكيجمع تما مع الاصدقاء ديالو وداك الشيء على داك الشيء ديال الموبقات. ما عرفناش انا اللي حد الان ما عمرني كنعرفو حتى في وجهو كيدير. جاو بالجمعه جوج تطلقات بالثلاث الصباح، الاربعاء الخميس تعرفوا على الكاميرات على هذاك المتهم في الكاميرات. جاو الجمعه لقاو عليه القبض، دوه استنطقوه، ما عرفناش كيفاش دوزوا معاه هذاك الشيء. بقى هو كيفكر الجمعه وهذا، قالوا لي فين هاد الشيء، فين قطعتي هذه، فين درتي من جبتها. قال لي وانا ما قتلت، ما قطعت، انا طارق هو اللي عطاها لي، قال لي سير تخلص منها وغادي نخلصك. قالوا لي فين ما فين، داهم لهذيك الدار ديالنا اللي مهجوره، اللي ما بقيناش ساكنين فيهم تما اكثر من 20 عام من احنا. داهم تما، قال لهم هنا فين جابني طارق، عرض عليا، قال لي اجي نطفيو انا وياك الغضب، نتصالحوا وهذا. وجاب شي قرعه ديال الخمر وشربت انا وياه، شميت الريحه ديال السموك، قلت له اش هذا الشيء؟ قال لي ما عندي ما نخبي عليك، جبت واحد البنت وراه وقع لي معاها مشكل وضربتها وماتت ليا، ودابا راني اجي نتعاونوا انا وياك، نقطعوها انت نص لوح النص الفوقاني وانا غنمشي نتخلص من النص التحتاني. وهذا ماذا ذاك الفيلم اللي داروا اللي كيعاود هذاك. هذاك شدوه الجمعه السبت، ولدي طارق ساق الخبر بالله فراسو الجثه اللي طلقات ثلاث، وفراسو هذاك تشد نهار الجمعه، وجا قالنا ذاك الميكروب ذاك المسخوط راه هو مول ديك الجثه اللي لقاوها مليوحه،
وراه تشدوه راه تفكات منه الحومه راه شدوه اعتقلوه وكيدخل للدار وياكل ويشرب ويخرج ويلعب عنده البيت ديالو هو مبلي بهذاك الشيء ديال البلاي كيلعب مع الدراري صحابو اونلاين وداك الشيء مبلي هو بالكره حتى كنتفاجئوا هذاك داو الجمعه والسبت لحد في الصباح تجاو عندنا الشرطه للدار ما تسعود ما بين تسعود والعشرة تجاو عندنا للدار دقوا حليت لهم اش كاين ياك لاباس قال لي طارق ما طارقش قلت له ياك لاباس قال لي لا هرس البارح راه هرس واحد الدجاجه ديال واحد الطوموبيل باربريز ديال واحد الطوموبيل ديال واحد البوليسي معانا قلت له انا الدري في دارهم باش من فين اش من دجاجه قال لي غيمشي معانا وغنشوف داو الدري هزوه بورطابل ديالو ايفون انا عاطيه لولدي ايفون 6 لقاوه عند راسو هزوه حتى هو داو خوه حتى هو في البيت ديالو خوه الكبير عنده واحد السياره ايفيزا كحله قالوا لي انت ارنا ديك الطوموبيل يلاه معانا داو حتى خوه حتى هو داو السياره مشينا تبعناهم قال لك اجيو لنا لديك الدار ديالكم ديال الوراثه حلوها لينا عطيناهم السوارت حلوا الدار جات الشرطه العين واش كاين قال لك راه هنا ديك الجثه اللي طلقات هنا عندكم في الحومه راه هنا فين تقتلات وهنا فين تقطعات وهنا فين وهنا فين انا ذاك العميد وهذا اسمه قلت له ودي حنا راه ماشي ديال هذا الشيء ولدي انا ما يديرش هذا الشيء ولدي راه عادي وانتم الجثه لقيتوها نهار الثلاث وهذاك اعتقلته نهار الجمعه والولد راه في راسه وقال لك راه تفكات منه الحومه وكيدخل وخرج عليه كيفاش تجيتوا باغيين تلصقوا علينا هذا الشيء ما تظلموش هادشي راه صعيب هادشي اللي كتقول قال لك خلينا نديرو خدمتنا جات الشرطه العلميه خذات العينات من تما من المنزل وكل شيء هذه ما هذا حنا بقينا حايرين تصدمنا ما عرفناش هاد الصاعقه كيفاش تنزلات هذه ما مصيبه هذه كارثه هذه ما عمر هادشي كان فوق الكره الارضيه ماشي في المغرب ولا في افريقيا فوق الكره الارضيه هادشي ما عمرو كينزل بحال هكا جاو الشرطه العلميه قلنا حنا ماشي مشكل لا كان ما سميتو على الشرطه العلميه حنا دوله متقدمه كاين الخبراء كاين داكشي مزيان زيدوا سيدي قلبوا وديك الدار ما عمرو كان فيها الضو والماء فوق من 14 عام ولا 16 عام ولا ما بقيناش عاقلين ما فيها لا ضو لا ماء لا حتى حاجه داو العينات داو الدري ايوا مشيتو لقيتو على الدري العصا ضو ضفار حامين عليه شغن نقول لك اللي قال لي راه اكثر من 20 واحد بحال واخا يكون هذا السيد هذا ماشي ارهابي شي حاجه اكثر من الارهابي ما يديروش لي ديك الحاله انا ونكون يديروا لي ذاك العذاب راه كنقولها راه قلتها للاساتذه في المحكمه للسيد الوكيل العام ولا رئاسه النيابه العامه نقول لكم هداو الجرائم اللي في المغرب كاملين انا اللي دايرهم عهدوا عليا كما قال لي ولدي قال لي كون قلت له انا علاش درتي علاش وقعتي على المحضر وعلاش درتي معاهم تبتي الجريمه قالوا لي هذيك العصا اللي عطيناك لما درتيش تبتي الجريمه غادي نضربوها لك في 10 وقال لي وكون في بلاصتي وما دير قلت لي لا عندك الحق ولدي اللي قلتي يديروه يديروه نديرو ممكن اعطيتيني نبذه على القصه كامله انا عندي معك اسئله اخرى تساعدني فيها شنو هو الدليل اللي كتشوفوا انت ان ولدك ما دارش هذا الشيء النقط اللي كتشوفها باش نمشي للشق القانوني مع الاستاذ من بعد داو الحد عذبوه جات الشرطه العلميه خذات العينات خذا داك الشيء ما عمرش شي جريمه انا متهم غتشدوه بالحد اثنين تمثيل الجريمه واش هاد الجريمه ديال البزطام ولا بورطابل ولا شي حاجه بحال هكا داروا جو جو الاثنين داروا تمثيل الجريمه سالوا من تبتيل الجريمه دخلوا ورجعوا للمصلحه خرج التقرير ديال الشرطه العلميه كيقول هذيك الدار مسرح الجريمه ما فيها حتى حاجه لا المتهم ولا الضحيه ثلاث قدموه السيد قاضي التحقيق دخلوا الاساتذه المحامون قالوا شو الحاله ديال الولد كي دايره لاحظ الاثار ديال التعذيب امر باجراء خبره ديال التعذيب بمستشفى ابن سينا في سبيل ديال الدكتوره وكل شيء نهار الاربعاء مشيتو خرجتوه من السجن ديال العرجات جبتوه للمحكمه خليتوه في الجيول ديال المحكمه تستد العشيه ورديتوه بدون تنفيذ الامر ديال السيد قاضي التحقيق ما داروا لي لا خبره لا والو وهالورقه راه كاينه ديال الامر ديال التسمو ما عليناش قلنا راه القاضي السيد قاضي التحقيق غادي يبحث
الهاتف النقال دايرينو ديال ولدي دارو ديال الضحيه. عطيتيني مجموعه من النقط، الا كان شي اضافه غادي نرجع معاك مشاهدينا الكرام لتنور راي العام اكثر في الموضوع. استاذه زينب كتنوب على طارق، كيفاش شفت الملف؟ السلام عليكم استاذ يوسف، كنشكركم بزاف من هذا المنبر. وهنا فاش كنقولوا بان الصحافه ضروريه، لان كاين عندنا السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه، السلطه القضائيه، والسلطه الرابعه هي الصحافه، لان ما كيبانش لينا الحق كنرجعوا للصحافه راه هي اللي كتنور الراي العام. لان لما خرجت هذا الملف في الراي العام ما يمكنش في المحكمه، كيفاش ما دارت اجراءات عند الضابطه القضائيه لا عند قاضي التحقيق. انا ملي تفاجئت في هذا الملف داري متابعه بالقتل والاختطاف والاحتجاج والقتل شويه جثه والاغتصاب، ما يمكنش بهالطريقه. وهذاك السيد اللي هو الاول اللي شافوه عن طريق سميتو الخبره على الكاميرات، قاو بان النهار تحطات الجثه يوم الثلاثاء الصباح، شافوها الناس، مشاو بلغوا الشرطه القضائيه، جاو شافوا الكاميرات، فرغوا بان قاو هذاك السيد اللي هو مجرم محترف، لانه عنده اكثر من 40 سنه، اما هذا الدري الصبير عنده 24 سنه، لا علاقه له به، ما يمكنش هذاك ولده. هنا الاستاذ باش الراي العام يتبع معنا، دابا طارق هو المتهم، هو المتهم رقم واحد، مزيان، هذاك الثاني اللي قلتي هو اللي هو اصلا المتهم، شنو التكييف ديال المتابعه اللي دايرين ليه؟ دايرين ليه عدم تبرير جريمه ومشاركه في اخفاء جثه والسكر العلني، كيفاش انتوما؟ واش لقيتوا شي بصمات ديال هذا الدري طارق اللي شادينه؟ شدوه الشرطه اول ما شدوه، هذاك ما ضربوه ما عطاوش عصا حتى هو لانه مجرم، عارفين يمكن شي واحد نطق من غير هذاك التهمه بغني الا هذا الولد. انا وليت هنا كنتعجب في هذا، لان احنا بلادنا راه خاصنا خاصها يكون فيها الامن، وخاصها يكون فيها العداله، وخاصها فيها يكون كل شيء. من يجيو الناس كيبقاو الدار ويبكيو، يعني مازال كاين رجال، هذا الراجل بكى قدامكم وامه تبكي، دمر عائله كلها. انا كنت نتطفح الملف، تفاجئت بان هذا الدري خاصو البراءه. كيفاش انتم تبعتوه؟ اول ما شديته ما ركزش عليه بالتعذيب، واش حنا باقيين سنوات الرصاص؟ اللي شديته حيتو لي دفالو بالبانت، درتو لي المناطق الحساسه الضوء، كيفاش انتم الدري لا مات؟ هو دابا مخيط في السجن، كل مره كيبغي ينتحر، ما دارش جريمه، وما شديتوه كدير بحال درتو الاخراج ديالكم عن هواكم، درتو بان ديتو تمثيل جريمه تقتلتو بالعصا، تمثيل الجريمه هو محطوط مليوح محطم، قالوا لي شد عصا ودير راسك كضرب، كيفاش كضرب؟ قلبوا، داروا الخبره العلميه في الشرطه العلميه، داروا الخبره على الدار، اللي قالوا لك هي في دار الوراثه، اللي قال لهم هذاك مول الصندوق، اللي لقاه هو المجرم الحقيقي، قال لهم فلان عطاني الصندوق حطيته هنا، حطيت الجثه وديت الصندوق راه دخل لقاوه عنده، ما بقاوش عند طارق، طارق ما كيمشيش لديك الدار، هذيك الدار عادي الوراثه، هو صحاب بسهوله هذه القضيه غتخفى، ومع العلم ان ما كانش على الضابطه القضائيه تتابعوا وتقدموا عند وكيل العام الملك بهذه التهم الثقيله، مع العلم ان دارت هي بوحدها الشرطه القضائيه اللي شخصت الجريمه ودارت بان ضربه الراس. ما عندش حساب بينه هو مع هذا المتهم الثاني. ما عندش حساب، لان من الاول الدري اصغر عنده 16 عام شاف عنده موتور ضربه بطاطا بقى هذا الحقد، هذاك ماشي قدو، هذاك مجرم واحد. فهمت منو كنتصادم معاه. عايش عند الزنقه هذاك السيد، راه مشي مره بلا اوراق ولد عند الزنقه، راه كيقابل عند الطلابات كيتحكم فيهم واش يطلبوا، كيفاش وبعد العائله المحترمه كيف باغي يخرج منا شي واحد مجرم؟ الدري صغير، راه كنا نديروا ولادنا، راه كنا عندنا ولاد، راه اي واحد يتعرض لهذا الشيء ما يمكنش يبقاو غاديين بهذه الطريقه الوحشيه الخايبه. لانهم من بعد تعتقد الدري جات خبره، جات الخبره قاضي التحقيق، قاضي التحقيق بانها هي الخبره، بان ما مضروباش الراس، بانها مضروبه للظهر، هي خبره. وهي في المحاضر واعاده تمثيل الجريمه انه مضروبه للراس. عطاوه قرعه، قال لي مثل الجريمه، داروا لي الاخراج هما، وما رضاوش ملي تم بعد خرجت، وملي كان السيد قاضي التحقيق شاف هذه كان خاصو يدير الفرج فورا، مع العلم ان هذيك الضحيه اللي كيقولوا ضحيه ما يمكنش هذاك الدري، ذاك الحاجم واحد الدري صغير ولد دارهم غينوض يفصل، واحد مره كيقولوا فصل واحد الطريقه محكمه ديال شي جزار محترف، لان كتزامنات مع القصه ديال تيفلت نفس التاريخ اللي هذاك السيد قاو جثه في الكل وقاو رجلين فيها، يعني انها يمكن فاعله جريمه، يعني شي عصابه اجراميه خطيره، شي مافيا هذه كدير الجرائم، ما بقاو فين لصقوها الشرطه، داروا اجيو نديروا هذا، ولكن لا ما نجحتش لهم خطه، ها هي ملي مشى بالتعذيب وداك الشيء
وحامول اللي كان جزيهم بخير اللي كانوا حضروا معاه في الجلسه تاع السيد خالد الحقيق، شافوا اثر التعذيب عليه بحيد اللي ضفارو داير لي الكي دايرينه بالضوء، واش حنا باقي نساليو الرصاص؟ كيفاش ما بقيتش كتصور انا دابا باقي هذا التعذيب في الكوميساريه؟ علاش ما عذبوش ذاك الاول اللي مجرم محترف خطير؟ علاش حقرتوا على الدري الصغير؟ ومع ذلك جات الخبره لصالحه عباد الله، ماشي دايرين بان الهاتف النقال لصق لي سرقه على ان ذاك الهاتف النقال ديال الضحيه وراه ديالو، وخذوا الهاتف النقال ديال خوه قالوا داو معاه توحجوه على اساس هو ديالو هو الهاتف النقال، وداو السياره ديال خوه علاش؟ علاش؟ ودخلوا للدار لقاو حتى شي اثر، حتى القوادس ديال حيدوا الماء قلبوا ما كايناش، حنا مشينا عينا واحد البلاصه صغير ما يمكنش تدوز منها شي عرابه، ثانيا ما يمكنش هاد الطارق ما كيجيش هاد الدار، ماشي هذا الشهود ديال الجيران وكل شيء، باقي صغير ما يمكنش، ما يمكنش يدير هذيك الجريمه بواحد الحده اللي محكمه وقطع الجسد وقطع داك الشيء مفصل ديال الجزار. كيفاش حنا غنبقاو نكذبوا في هاد الشيء ونسكتوا؟ هنا استاذه الا سمحتي لي باش الراي العام يستوعب معنا، عطيتيني مجموعه من النقط. الدليل المادي الاول انه ما يعني الطريقه اللي تصاغت بها المحاضر والقصه كيفاش تم القتل تبت بانه الخبره فيها العكس، انه السيده ما ضرباتش الراس. هنا غنسولك الثاني مساله الاغتصاب طي الدرجه. ما كايناش مساله الخبره جات فيها ما كاينش اغتصاب. كيفاش ما كاينش الدار ما فيها والو؟ اللي قال لك فيها جريمه ما فيها والو، الدار ما فيها والو، لي زومبخانت ما كايناش عنده هو في الصندوق ديال الدار ما كايناش زومبخانت ديالو، ما كايناش جوج كانوا لي زومبخانت ديال في جوج كاينه ديال جوج رجال ومراه. يعني ان هذه عصابه كبيره دارت، لا يعقل شي واحد يجي يدير جريمه بوحده، راه شفت ما فتح هاي فرح راه ما دارش جريمه بوحده. كل بصمات ماشي ديال طارق. ماشي ديال طارق، كاينه ديال جوج رجال وكاينه مراه معاهم، يعني ان عصابه اجراميه، كيفاش الشرطه كتقدم بهذه الطريقه والتسيد قاد تحقق. البصمات ديال هاد الجوج اللي قلتيهم راه ما قدروش. مازال ما وصلوش ليهم. عارفينهم خاصهم يوصلوا ليهم، انا عارفينهم، ما دمت ما لقيتش تبصله ديال هاد الدري، ما كاين حتى شي حاجه في الدار، ما كاينش عيشه تعقلتو الدري. ماشي حشومه، وقاضي التحقيق ما دار حتى شي مجهود من الشرطه حاله بنفس المتابعه، كيفاش؟ واش ما كاينش ما غادير تفرغ الهواتف، ما غادير التمركز ديال الهواتف، ما غاتحل حتى ذاك الجوتات، ما غاديرش تشاد خبره، ما دام ما نفذوش الامر ديال قاضي التحقيق ما نفذوش باش يديروا خبره طبيه للدري اللي قاد التعذيب. وجابوا الجيو لتحت المحكمه وما قال لهم ديروا بلوسيلا عند الطبيب على طبيب، ها هو الامر ديال الخبره. وما داوهاش. ما داوهاش، حطوا في الجيو داوه، كيفاش تسموي هاد؟ كيفاش تجيب الدري غادي يبين الاعذاب؟ مش حشومه؟ واش حنا غادي نعاودوا حنا في بلادنا حنا؟ راه ماشي دوله اخرى باش تحكموا علينا بالظلم بحال عمر الرداد ولا شي حاجه، حنا راه بلادنا، حنا اولى في بلادنا، احنا كنبغيو وطننا، كنبغيو بلادنا، كنبغيو ما يمكنش، احنا كان وطننا اعز حاجه عندنا هي وطننا وملكنا وشعبنا، هي اعز حاجه في الدنيا، حنا الشعار ديالنا غنقولها وكنقولها ونبقى نقولها الله والوطن والملك. خاصة الحقيقة. الرسالة ديالك أستاذة اللي هي أنا الرسالة العدالة التحقيق، احنا غنديروا سميتو إكمال بحيث ما كعمرو ما كانش بحث، غنديروا أبحاث تكميلية واستخراج هواتف النقالة فين كانت وغنديروا ها هما الخبرات ونقدروا نجيبوا لهم حتى خبرات عن طريق برا، هاد الدري لا علاقة له بالجريمة، وهاد الدري كنقول أنا من نهار شفت الميت حكمت عليه بالبراءة ولا شيء غير البراءة. بالنسبة للضحية حنا كنطلبوا باش غنديروا لها خبرة نعرفوا شكون هي، مرة كيقولوا في المحضر في تناقضات، مرة آسيوية سميتها آسيوية مرة مغربية، مغربية سميتها حكيمة، كيفاش التناقضات حتى في الملف؟ إذا راه خاصها القلب ولا بنتي ماشيش روحها هكاك، القلب ولا راه عندها ريزومبخان ديالها، كيقولوا راه عندها 30 سنة مع العلم أن ما عندهاش 30 سنة من 18 من 18 و21 سنة حسب الخبراء الحقيقيين ديال برا المغاربة، لأن كانت آسيوية راه ضروري عندها كارت سيجور عندها لي زومبخان ديالها الخاصه باش حنا نعلموا القنصليه ديال الدول الاسيويه باش يديروا تما قلبوا اذا كانت اسيويه، اما اذا كانت مغربيه يجبدوا لنا شكون هي لان راه عندها السن القانوني ديال يكون عندها كارت سيجور لي زومبخان كاينين مادام ما داروا حتى حاجه في هذا الشيء، اذا حنا كنبقاو نصروا على الخبره الجينيه ديال ديك البنت باش حتى هي عرفوا والديها والعائله باش نحقوا العذاب. معلوم لان الله كبير والروح عزيز عند الله، الظلم ظلمات يوم القيامه، راه اللي ظلم هنا في الدنيا كيتخلص قبل من الاخره وراه يبان رتو حنا غير ضحكوا. استاذ الله يوفقك في هذه المهمه، الله ييسر لكم يا ربي. مشاهدينا الكرام ما يهمنا في الموضوع هو تبيان الحقيقه اكثر، ولكن القرار في الاخير بيد القضاء. استاذه زينب دخلت على الخط وهي غادي تشوف الشق القانوني في الموضوع وبالادله اللي كتوفر عندها اللي غتقدمهم امام القضاء الجالس الذي هو صاحب القرار هو اللي غيصدر الحكم بطبيعه الحال.